إخواننا، اتباع طريقة السلف ليست فقط في الاعتقاد، لابد تظهر على السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم حمل حمى التوحيد، لم يحمي التوحيد فقط، حمى حمى التوحيد في العقيدة، في المعتقد، وقل وفي الأقوال وفي الأفعال. في الأفعال نهى عن الشرك، الطواف بالقبور، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وفي الأقوال سد الطريق. قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. استغاثة، حكم هذه الاستغاثة جائزة، حي، حاضر، قادر، يعتقد أنه سبب. أغلق الباب، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت شرك أصغر أكبر أصغر. قال أجعلتني لله ندا، أجعلت لله ندا شرك أكبر. احتج عليه بالشرك الأكبر وهو شرك أصغر. بل ما شاء الله، كان الأصل أن يقول له بل ما شاء الله ثم شئت. سنتكلم عن هذه النقطة. أنت سلفي لا تتكلم بما يتكلم به العوام. يعني بعض الناس يقول الآن هذه المسألة جائزة، جائزة عند العامي، أما أنت طالب علم سلفي على طريقة السلف لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة، تحقق التوحيد حتى في الألفاظ. في الحديث أبو طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى أن يقول. الراوي ما استطاع أن ينطق بالشرك، ما استطاع، مع أن حاك الكفر، ليس بكافر، لكن هذه العقيدة السلفية في الألفاظ ما يستطيع يتكلم، ما استطاع أن يحكي كلام هذا الكافر. ماذا قال؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يحقق التوحيد حتى في الألفاظ. الأصل يقول قال أنا على كذا، ما استطاع أن يرجع بالكفر على نفسه مع أنه حاك الكفر، ليس بك. هذه العقيدة السلفية. فلا يأتي واحد بعد الدرس يناقش يقول لا فلان قال يجوز. نعم يجوز عند العامة، أما أنت طالب علم سلفي متبع لطريقة السلف تحقق التوحيد في الألفاظ. عندي طبيب كان يعالجني في دولة من الدول، وجئت سلمت عليه بعد أن انتهينا من العلاج، وعلى يعني عادة هذا البلد، في البلد هذه عندهم لفظة تقال عند الشكر عند نهاية، قلت له رحمة السلام عليكم، غاضب. تعرف أنا الآن لو أتكلم مع الشيخ باللغة الكويتية يفرح، هذا غضب لأنه قلت له رحمة. قال أنت جئت إلى هذه البلاد داعية إلى الله، تعلمنا ماذا نقول إذا أردنا أن نشكر مسلم، تقول لي رحمة. رحمة هذه يقولها عندي العوام، أقولها أنا، أما أنت تقول رحمة خطأ. قلت إيش أقول؟ قال أنت تقول. قلت أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا يعلمني هو. إذن إخواننا الطريقة السلفية الآن عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله، أرفع رجلي لو سمحت، صحيح البخاري. صحيح البخاري بماذا ساد؟ أمور منها الإخلاص كذا، انتقى نصوص ألفاظ الكتاب والسنة. شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام، جميع كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه. بماذا؟ ينتقل النصوص، يتكلم، قال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه؟ قال هذا الذي جاء في القرآن. فأنت تنتقل ألفاظ الشرعية السلفية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. سلفي تكون على هذا. دخلت علينا